جزاكم الله تعالى خيرا. وهذا سائل يقول: ماذا يعمل المسلم في عندما سمع الفتوى في تحريم الإيجار المنتهي بالتمليك؟ كيف يعمل المسلم في من ابتلي بذلك؟ خلص هو يا صاحب هو الطرف الثاني بفسخ العقد، خلصون بفسخ العقد. فإن أبى الطرف الثاني فسخ العقد يشتكيه على المحكمة، والمحكمة تتولى هذا الشيء. نعم.